خلينا نبدأ من الإسماعيلية خالد، وهنوصل أكيد يا طارق، هتكون معانا دلوقتي وهنوصل يا خالد أكيد للقاهرة، وهيكون أكيد معانا معلومات وتفاصيل أكتر من القاهرة. طارق بجدد التحية، إيه آخر الأخبار؟ مساء الخير أستاذة رهام، من محافظة الإسماعيلية، محافظة السمسمية. هذه المحافظة التي بدأت اليوم بالفعل في ضمن المرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تحمل عنوان 100 مليون صحة. في هذه المحافظة اليوم وفي الصباح الباكر افتتحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس افتتحوا الحملة من مركز الإرشاد الخاص بقناة السويس، وقاموا بجولة تفقدية في عدد من مستشفيات محافظة الإسماعيلية للاطمئنان على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بهذه الحملة. الملاحظ أن هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على المشاركة في هذه الحملة وإجراء الفحوصات و التحاليل. مررنا بأكثر من مركز طبي ومستشفى، سواء كانت تمركز أو عيادات متنقلة. هناك أعداد كبيرة حتى بعد المواعيد الرسمية المحددة من 9 صباحا وحتى 9 مساء لإجراء الفحوصات في هذه الحملة. طبعا وضمن هذه التجهيزات فإن هناك 318 فريق طبي انتشروا في ربوع محافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 116 تمركز طبي، 60 وحدة صحية، 14 مستشفى عام ومركزي، 32 مركز شباب ونادي رياضي، و17 عيادة منها 9 عيادات متنقلة. كل هذه العيادات والمستشفيات تشارك في هذه الحملة الكبيرة. أنا معي الآن دكتور أشرف عبد العزيز القط، مدير فرع التأمين الصحي في محافظة الإسماعيلية، ليلقي لنا الضوء على هذه الحملة. دكتور أشرف، لو أعرف منك، بدأت إمتى الكشف وأخبار الإقبال ومؤشراته في أول أيام الحملة إيه؟ هو الحمد لله النهارده بدأت المبادرة بتاعت السيادة الرئيس، كان الإقبال طيب جدا من الصبح، يعني يمكن بدأنا الساعة 8 كان الناس موجودة الحمد لله، والساعة 9 دلوقتي حضرتك شايف آخر مريضة ماشية، والساعة 9 الحمد لله على مدار ال 12 ساعة أو 13 ساعة حتى كمان كان المرضى موجودين. طبعا احنا الحمد لله شرفنا النهارده طبعا بالمتابعة من معالي الوزيرة والسيد المحافظ والدكتورة سهير رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، جم عشان يتفقدوا الوضع ويشوفوا الحملة نفسها والحركة سير العمل. والحمد لله يعني انبسطوا جدا من شغله ومن الإقبال الجماهيري من الناس، والحمد لله الأمور ماشية طيبة بإذن الله. هل يا فندم الكشف في خلال الحملة قاصر على المواطنين المقيمين في محافظة الإسماعيلية، أم أي مواطن مصري من حقه الاشتراك والدخول لمقر الحملة لإجراء التحليل والفحوصات؟ كل من يحمل بطاقة رقم قومي مصري له الحق، يعني بدون التقيد نهائيا بأي محافظة. وبعدين حضرتك هو السيستم نفسه او البرنامج اللي موجود على الكمبيوتر هو اللي ايه بيحدد، يعني لو واحد من اسكندريه جه حلل عندي هنا في اسكندريه خلاص بيبقى السيستم نفسه كله مربوط على ايه، كله على مستوى الجمهوريه، فخلاص هيبقى معروف ان هو حلل قبل كده. نتائج التحاليل اللي بتخرج، هل بتخرج بسرعه ولا بينتظر المواطن لفتره يعني؟ لا، هو 10 دقائق بالظبط بيكون استلم كل النتائج بتاعته. الايجابي بعد كده بيتوجه، ايجابي الفيروس يعني بيتوجه لايه، كان التامين الصحي بلجنه الكبد او نفق الدوله عشان صرف العلاج واستكمال باقي التحاليل كلها مجانا، وصرف العلاج مجانا مفيش اي رسوم نهائيا. اللي عنده ارتفاع في الضغط، لان احنا بنكتشف برضه الامراض الغير ساريه زي امراض الضغط والسكر والسمنه، لو ظهر برضه اي حاجه من الحاجات دي بيتوجه برضه سواء مدير الشؤون الصحيه او عندنا في التامين الصحي، بحيث ان برضه يستكمل علاجه. واكتشفنا النهارده حالات كتير قوي عندهم الضغط ما يعرفوش، والسكر برضه وما يعرفوش، وايه والحمد لله وجهناهم وتمام. يعني المرضى لقوا استحسان كبير جدا جدا يعني.
دكتور أشرف، في نهاية لقاء بحضرتك بشكرك جدا وأهلا بك على سي بي سي. أهلا فيني، شكرا. زميلتي العزيزة ريهام، هكذا كانت تغطيتنا ومتابعتنا لحملة 100 مليون صحة في محافظة الإسماعيلية. بقي أن نقول أن الحملة مواعيدها الرسمية من 9 صباحا وحتى 9 مساء، وتعمل في جميع العطلات الرسمية وحتى أيام الجمعة والسبت. هكذا من الممكن أن المواطنين يتوجهون إلى كل العيادات والمستشفيات والعيادات المتنقلة في أي وقت يشاءون للإطمئنان على صحتهم. مرة أخرى عودة إليك في الاستوديو. شكرا يا طارق.